أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في أولى حلقات برنامج على المكشوف. 29 فبراير 1976 كنا على موعد من ولادة حكم تاريخي في الكرة المصرية، اللي حصل سنة 2016 على المركز ال 13 على مستوى العالم. لما هنيجي نتكلم عن أفضل الحكام الموجودين في تاريخ مصر كلها، طبعا هيكون اسم ضيفنا النهارده هو من أوائل الأسماء المذكورة، الحكم الدولي كابتن جهاد جريشة. كابتن جهاد أهلا بيك، نورتني. شكرا جزيلا، شرفتنا. كابتن جهاد، عايزين نوضح للناس ازاي انا اقدر ادخل مجال التحكيم؟ هل ده بيحتاج موهبه خاصه او امكانيات خاصه، ولا ممكن انا حابب ادخل مجال التحكيم ادخل كده على طول واعتمد على التدريب بس؟ لا، هي اكيد التحكيم مش سهل. في الاول عايز موهبه موجوده، وعايز الرغبه، وعايز تخش اول الامتحان، وبعد كده بتكتشف ده كله بعد الامتحانات، بتمتحن وتنجح، وفي اثناء الممارسه نفسها ده بيعلى معاك يعني. بس اكيد الموهبه لازم تبقى موجوده، ولازم الحاجه تبقى موجوده عشان يعني. هو الافضل ان هو يكون من الوسط الرياضي، لان طبعا ده هيساعده. ده شرط على فكره، لازم عشان تبقى حكم لازم تبقى لعبت درجه، سجلت درجه على الاقل سنتين، ومن خلال التسجيل ده انت لعبت كوره، ومن خلال التسجيل دوت انت بتخش كحكم، ما ينفعش ما تكونش لعبت درجه يعني. كابتن جهاد، طبعا الخطوه الاولى من خطوات النجاح ما بتتنسيش. طبعا عايزين نعرف تفاصيل اول مشاركه رسميه لكابتن جهاد في الدوري الممتاز. كان ماتش حرس الحدود والمقاولين، او المقاولين وحرس الحدود في استاد المقاولين العرب 2005. ده كان اول ماتش ليا في الدوري الممتاز، وعملت ماتش كويس جدا، وركلتين جزاء، ركله الفرقه دي وركله الفرقه دي، وعملت ماتش كويس، وكان اول تجربه، واول واحد خد فرصه في الاسبوع الثاني في الدوري. وما انساش ان انا كنت اول تجربه للحكام الشباب في الموسم دوت، وكان انا لو فشلت الدنيا التجربه تقف، ولو نجحت التجربه هتكمل. وجا بعد من 10 15 شاب حكم شاب زمايلي اللي هم دفعتي كلهم حكموا بعد التجربه بتاعتي دي. حابين نعرف كده باختصار التجربه الاولى ليك في كاس العالم. لا، هي تجربه الحمد لله رب العالمين ناجحه كل الوجوه. تاني سنه على طول الاتحاد الدولي بعتني اخد حكم كفيديو في بطوله، عشان معايا رخصتين حكم وفار. كان المفروض بيجهزني لكاس العالم 2022، اللي كنت انا باني امالي ان انا اكمل سنه كمان بعد ال 45 سنه عشان اروح كاس العالم 2022. الظروف بقى اللي حصلت والملابسات. كابتن عصام السبب؟ طبعا السبب هو كابتن جمال غندور في اللي حصل، الملابسات. الناس كلها عارفه الاسباب، وخلاص ما عنديش مشكله، هو في الاخر سبب وجرب، بس ربنا مش رايد. خلاص انا ما طب في احتماليه ان كابتن جهاد ممكن يرجع تاني؟ لا خلاص، بالنسبه لي كده موضوع التحكيم موضوع انتهى يعني. الصفاره والكروت والملعب موضوع انتهى، ممكن ارجع للتحكيم بس بصوره تانية. كابتن جهاد، انت بتطمح ان انت تخش عضو لجنه التحكيم؟ لا عمري. ويكون في لا عمري عضو دي مش في حساباتي خالص. انا لو رجعت لجنه الحكام هرجع رئيس لجنه الحكام ومدير التحكيم المصري، لكن عضو دي عمرها ما تبقى في حساباتي. شايف ان ده ممكن يتم على كام سنه وليكن؟ والله مهما يكون يعني، في الاخر ليا فكر في استعداد ليا فكر، وبجهز برنامج كامل للتحكيم المصري، وبجهز شغل كامل للتحكيم المصري، وان شاء الله وقت ما يتم اختياري او ادخل كارير الاداره التحكيميه في مصر، انا عندي ثقه في الله سبحانه وتعالى اعمل شغل محترم جدا ان شاء الله. ان حضرتك تكون شخصيه مؤثره في 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 الكوره، ده بيكون ليه تاثير تاني خارج الملعب. تمام. حابين بقى نعرف يعني كابتن جهاد اتعامل ازاي مع المواقف دي؟ لا عادي، انت كحكم ده بقت حياتك، وقصه انت الضغوط اللي بتحصل والجمهور، وده فريقك كانت بتلعب معاك امبارح خسرت يهاجمك، وده فريقك كانت بتلعب معاك امبارح وكسبت يشكر فيك. الجمهور المحايد عارف انت عملت ماتش كويس بيبارك لك، انت ماتش كويس وحش امبارح بيهاجمك، يعني دي ضغوط عاديه جدا مع كل الحكام. هل ممكن اعتراض الجماهير والجدل التحكيمي، هل ده ممكن في الماتش الثاني نفس الفريق ياثر على قرارات التحكيم؟ لا خالص، الماتش بالنسبه لي عباره عن صفحه في كتاب اتقلب، وبفكر باخد اللي فيه سواء اخطاء سواء مميزات، وازود عليها الماتش اللي بعده، الاخطاء احسن منها والمميزات ازود عليها. بالنسبه لك ماتش التحكيم طول الوقت هو التطوير بتاعه، انت تحسن من ادائك، تحسن من شغلك، الاخطاء تصلحها، الحاجه الكويسه بتزود فيها. فلا بالعكس، انت الماتش اللي عملته بتدور على الماتش اللي بعده عشان تحسن من الاداء بتاعك فيه. ده بالنسبه لكابتن جهاد شخصيه. عموما في بقى اشخاص معينه في الدوري ده ممكن ياثر عليه؟ لا ممكن الحكم الصغير اللي هو الشاب الجديد لاول سنه ثاني سنه، وارد السوشيال ميديا تاثر عليه، وارد الجمهور ياثر عليه، وارد الضغط ياثر عليه، لكن مع الخبرات لا، ده بيقل خالص معاه. كابتن جهاد، انت في احد التصريحات قلت ان كابتن جهاد ملوش منافس داخل مصر، وان المنافس لكابتن جهاد هو الحكام خارج مصر. الحقيقة كان الفترة دي فترة من فترات، أنا بعد ما رحت كأس العالم أو قبل ما أروح كأس العالم ثلاث أربع سنين، كان كل نفسي في شمال أفريقيا أو الاتحاد الأفريقي، مفيش منافسة في داخل مصر، لأن يعني كنت أنا في مكان والناس حكام الزمايلي
الدوليين اللي معايا في القائمه في مكان تاني، كنت انا سابقهم بخبرات بسنوات اتحاد افريقي نخبه. هو بحكم ان حضرتك كنت اكبر اكبر منهم سنا، سابقهم بخبرات بطولات مشاركات، فكان طول الوقت انا بلعب، طول الوقت هم يعني بيجي معايا روابع وكده في اللجنه كلها، فكان انا في مكان والزمايل كلهم اللي في القائمه في مكان تاني، فكان مفيش منافسه داخليه، المنافسه كلها كانت بالنسبه لي الخارجيه في اتحاد افريقي عشان اوصل لبطولات الخارجيه وكده. كابتن عصام عبد الفتاح في احدى التصريحات لي قال ان كابتن جهاد جريشه كان عامل مشكله في مسابقه معينه في حصلش. في افريقيا في المغرب. لا ما حصلش. بص انا طلعت اتكلمت وكان هو السبب ان انت ترجع تاني تحكم. لا 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 ما حصلش الكلام ده كله، ما حصلش، وانا لفيته في برنامج البرامج وما قدرش يرد عليه. ده كان بعد ما انا طلعت قلت بعد ما اتكلم، هو لما اتكلم طلعت في برنامج البرامج مع الكابتن مدحت شلبي وقلت كل حاجه، وللاسف ما قدرش يرد على كل حاجه، لان كل كلمه قلتها كانت سد. قلت الكلام ده كله ما حصلش، وانا قلت يعني نقدر نقول ان كابتن عصام بيقول كده عشان يبعد وليكن الظلم. انا لما اتكلم طلعت رديت وقلت له لو سمحت عايز يتصل يتصل انا موجود، ويرد في وشي وانا موجود، هو ما ردش، ما قدرش يرد يعني. كابتن جهاد، مين السبب في قرار اعتزالك؟ انا اللي قلت خلاص كده، اكتر من كده مش هقدر احقق اللي عملته، مش هقدر اعمل زيه الفتره اللي جايه. التحكيم المصري كنت هكمل سنه في التحكيم المصري او سنتين في الدوري المصري، مش هضيف لي حاجه لتاريخي، فبالتالي اخترت التوقيت المناسب اخرج وانا واقف على رجليا، وانا الدنيا كلها الحمد لله بتتكلم عليها كويس. الناس كلها شايفه ان انا ممكن ادي سنه وسنتين وثلاثه واربعه، فانا خارج. انا اخترت توقيت انت تخرج والناس كلها يعني ما فيش مشكله معاك. الخبره بتاع الكابتن جهاد ممكن تفيد حتى لو في الدوري المصري سنتين ثلاثه كمان، بجانب ان احنا جاي كاس عالم. هتفيد. انا الدليل ان اللجنه كلمتني، يعني لما جيت اعتزلت قلت هعتزل، اللجنه عايزينك السنه الجايه وعايز تستمر معانا وانت تقدر تكمل سنه وسنتين وثلاثه كمان براحتك. يعني كان في تواصل من اتحاد اللجنه لجنه الحكام كلموني انت عايزين تكمل، فانا كرد صريح ان انا القرار نابع من جوايا انا الشخصي، ان انا مش هضيف لنفسي الفتره اللي جايه زي ما ضفت في السي في بتاعي. الفتره اللي جايه محتاجه ان انا اتجه في التحكيم لمجال اخر غير الملعب، فمركز ان شاء الله في الفتره اللي جايه بفيد اتجاه اللي في التحكيم في الملعب لمجال اخر، سواء اداره او كحكم محاضر دولي او شغل اتحاد افريقي، فده الفتره اللي جايه اللي بفكر فيها يعني. فخلاص موضوع الملعب بالنسبه لي ضغط كده وستوب يعني، اللي هو خلاص يعني انا مش هقدر عن قناعه لا انا اقدر، كنت اقدر احكم، بس الموضوع ان انا اخترت الوقت اللي انا ابطل فيه خلاص. انت بالنسبه لك الوقت هو ده الوقت المناسب؟ بالنسبه لي شفت الوقت المناسب وخدت القرار، وخدت القرار وانا في قمه جاهزيتي ومرتاح وممكن اكمل، فانا واخد القرار بقناعه. حابين نعرف احساس كابتن جهاد جريشه على وجه الخصوص في ماتشات القمه. بنشوف ان اتحاد الكوره بيتم استدعاء وليكن حكام اجانب. هل ده ليه تاثير على الحكام المصريين؟ لا خالص. على وجه عام؟ لا خالص. بص انا الحكام الاجانب على مدار العصور حتى كانت بتحكم ماتشات اجانب، حكام اجانب. جمال غندور راح كاس عالم، بس انا بتكلم ان احنا اللي بنجيبهم. احنا بنجيبهم مفيش مشاكل. بقول لك الكباتن بقى اللي هو الاسكور سليمان دومت، كابتن جمال غندور راح كاس عالم، وفي حكام اجانب بتيجي مصر تحكم الاهلي والزمالك، كابتن عصام فتاح راح كاس عالم، وكان في حكام اجانب بتحكم في مصر. دي ما بتبقاش لسبب معين؟ لا مش مؤثره. وانا رحت كاس عالم وفي حكام اجانب بتيجي مصر عادي جدا يعني، فقصه الحكام الاجانب ما بتاثرش على التحكيم. ان الجمهور مثلا وليكن نادي معين يطلع يقول ده احنا خسرنا عشان بسبب والحكم الاجنبي الحكم الاجنبي حتى لو اخطا ما حدش بيبقى زعلان. بالظبط. دي بقى النقطه اللي بتكلم فيها. الحكم المصري لو اخطا نص خطا الحكم الاجنبي الدنيا بتقوم ما بتقعدش، فخطا الاجنبي مقبول لكن خطا المصري غير مقبول. احنا عندنا جوه لجنه التحكيم اكيد طبعا بيكون في منافسه. طبعا طبيعي. هل المنافسه دي بتستمر على مر التاريخ مثلا وليكن كابتن جهاد ان هو طول المنافسه كانت منافسه شريفه بين لجنه التحكيم اعضاء لجنه التحكيم؟ وانا حكم ولا وانا بره التحكيم؟ الاثنين. لو انا حكم طبيعي في منافسه بين زمالك الحكام، وارد. انا بتكلم عن المنافسه الشريفه طبعا كنا عارفينها وارد. لا وارد. هل ممكن وارد. تحصل مواقف طبعاً. تخرج عن نطاق المنافسه؟ احنا بشر. زي ايه مثلا؟ احنا بشر ممكن حاجه من زمالك يتجمل على حسابك، له معرفه بناس علاقته كويسه باللجنه، علاقته يعني بيحصل. لجنه التحكيم يوجد فيها معارف وصف. لا على مدار السنين مدار وعلى فكره كله يقول كده مش انا بس. على مدار الاعوام، على مدار العصور اللي انا عشتها مع ما يزيد عن 10 15 لجنه تحكيم، اتعرضت لمواقف مش انا بس حكام زمالك كتير. انا ممكن انا اخدت حقي في وقت واتظلمت في وقت، وزي نفس الكلام مع زغيري. فلا لا موجود، احنا بشر في الاخر نصيب ونخطئ يعني. طب عايزين نعرف موقف طيب من اللي اتعرضت له. لا انا اكيد في مواقف كتير يعني، حاجات زي دي ما بتتنسيش عموما. لا في مواقف كتير، في لجنه مش هقول اسم رئيس اللجنه، انا كنت حكم دولي ورئيس اللجنه ده ميت عشان مش هقول اسمه يعني، متوفي يعني. مش موجود؟ لا مش موجود، متوفي كان رئيس لجنه بس الموجود دلوقتي. لا بتكلم على رئيس لجنه متوفي، حصل مع موقف. قعدت في بيتي 3 شهور بحكم ماتشات بره في افريقيا، كنت دولي ساعتها وما باخدش ماتشات حتى قسم تاني 3 شهور بدون سبب.
فكل اللي اقوله وكل اللي قلته ساعتها حسب الله ونعم الوكيل هو اتشال بعدها بشهرين، تمت اقالته من الحكام اللي كانوا بيجاملهم، عملوا انتفاضه عليه وعملوا وقفه احتجاجيه في اتحاد الكوره، وانطلب مني انت الراجل ده ظلمك تيجي تقف معانا، قلت لهم لا انا ماليش في الشغل الشمال يعني. فهم وقفوا انتفاضه واقالوه بعد شهرين بالظبط من ظلمه ليا، وبعد كده ربنا جاب لي حقي وزياده بعد كده يعني بعده يعني. اه طبعا. فمفيش مشكله، ما عنديش مشكله بالعكس. طبعا حابين نعرف راي كابتن جهاد في تصريحات كابتن امين عمر وكابتن ابراهيم نور الدين ان في اتهامات لبعض الحكام في الدوري المصري باستخدام السحر. هل ده معقول ان هو لا بيحصل؟ امين عمر ما سمعش عليه حاجه زي كده. لا ما اعتقدش. لا هو لا لا ما دي اعتقدش. تصريحات لا 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 امين عمر لا لا كابتن انا ما اعتقدش امين عمر كابتن امير عمر في غيره في غيره قال كده في غيره قال كده كابتن ابراهيم نور الدين ابراهيم ممكن قال كده بس امين ما اعتقدش امين قال كده بس انا يعني ما الموضوع ما طولش معايا قوي لان القصه انا مش معترف بيها من الالف الى الياء. الحكم كويس بيبقى حكم كويس طول الوقت. الحكم لو موافق النهارده مش موافق النهارده انت واجه نفسك وقول انا مش موافق النهارده واخطات وما تحملش حد حاجه ثانيه عن اخطائك. اخطائك لما غلط قول انا النهارده مش موافق فوحش، ما نحملش الاخطاء لحاجه ثانيه. هو كل واحد يواجه اخطائه ويتطور من نفسه مش اكتر من كده. سؤال بقى خارج التحكيم، كابتن جهاد وجهه نظرك ايه السبب في قله المواهب اللي ظهرت في مصر الفتره الاخيره بالنسبه للتحكيم؟ لا طبعا بالنسبه للاعيب عموما اكيد طبعا جهاد كمشجع عموما هو طبيعي طبيعي بس هو طبيعي في كل المجالات الدنيا بتنزل شويه في المواهب وبتعلى في الصناعه يعني بتصنع لعيب بتصنع حكم بتصنع الموهبه بتقل شويه يعني على على سبب على فكره استثمار. على فكره ممكن في كل يكون السبب في كل المجالات على فكره مش تحكيم ولا الكره فقصه لا قصه موجوده بتقل بطريقه غير طبيعيه بالنسبه للمواهب لكن طول ما احنا شغالين مصر بتنجي بحاجه كويسه طول الوقت موجود في مصر الخامه كويسه سواء لعيب سواء حكم مش هنقف في مصر على بس في الفتره يعني. الاخيره ممكن نقدر نقول ان الجانب المادي خد جزء كبير من ده طبيعي بقى الموضوع بقى بيزنس وماديات وبقى حاجه اعلى من ما عادش قصه موهبة بالظبط يعني موجود لا موجود اللي ما اعترفش بكده معلش مش عايش معاش معانا في العصر الرياضي يعني. كابتن جهاد احنا عندنا 8 حكام افارقه خارجين لكاس العالم اللي جاي بس للاسف ما فيهمش ولا حكم مصري، هل ده بسبب اللي بيحصل داخل لجنه التحكيم واتحاد الكوره؟ لا هو نتيجه للاسف المسؤول اللي موجود كمصري هو عمل ده عمل ان هو بعد جهاد جريش عن الترشيح لان ترشيح جهاد جريش هيبقى ياخد خطوات بعيده جدا عن الناس المنافسين ليه لان هيبقى عنده خبرات راح كاس عالم قبل كده كهتفي كتير جدا فهو مش خلص على جهاد جريش او بعد جهاد جريش عن السكه لا هو خلص على تحكيم مصر لما رشح امين عمر حكم كويس وكل حاجه بس الخبرات الافريقيه والخبرات اللي مش موجوده عنده فكان منافس ضعيف بالنسبه للناس اللي موجوده في المنافسه للترشيح لكاس العالم وبالتالي اللي حصل من الناس المسؤولين المصريين سواء في اتحاد افريقيا او الاتحاد المصري هو اللي ضيع فرصه مصر في التواجد في كاس العالم 2022. احنا عندنا معلومات ان هيتم انشاء لجنه خاصه بالفار، طبعا عايزين نعرف راي حضرتك ان ده ازاي ممكن يؤثر في لجنه التحكيم وفي تحكيم الدوري المصري. هو اللجنه المسؤوله عن الفي ار لجنه الفار موجوده في الاتحاد الدولي، موجوده لجنه خاصه بيها، موجوده في اتحاد افريقيا لجنه خاصه بيها، فده بقى التطور الطبيعي للاستخدام التقنيه. فوجود اللجنه ده بقى امر حتمي موجود في كل مكان، عدم وجوده في مصر كان طبعا خطا كبير. لكن الفترة اللي جاية لو تم إنشاء اللجنة ديت واشتغلت الشغل اللي بيتم الشغل بتاعه في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي أتوقع يبقى فيه تطور كبير في استخدام تقنية الفار. كابتن جهاد طبعاً من الملحوظ في الفترة الأخيرة إن عدد المواهب الخاصة باللاعبين قلت طبعاً. يا ترى إيه السبب وراء قلة المواهب الموجودة عندنا دلوقتي؟ لا دي هي بص موجودة في كل المجالات مش اللاعبين بس اللاعبين وأي مجال موجود تلاقي المواهب قلت شوية الصناعة كتر شوية شغل البيزنس وشغل الاستثمار وشغل الفلوس قل المواهب شوية بقى الموضوع الصناعة ما بقتش موهبة زي الأول وبالتالي ده طبيعي جدا في كل المجالات وفي كل الدول مش مصر بس عموما يعني. يعني الجانب المادي هو دلوقتي اللي بقى أكتر تأثير من هو الطاغي على الموضوع فبدأ التأثير المادي هو اللي هو اللي كل حاجه دلوقتي بقت مصنوعه الموهبه بقت قليله جدا الموهبه ففي الاخر الجانب المادي هو المؤثر فالموهبه قلت فصناعه اللعيب هو الاساس بصنع لعيب مش بجيب لعيب موهوب اثقله يعني.